هو ده الولد؟ هو ده الولد بتاع النوبة. ايه ده؟ هو انتوا خاطفين غيره؟ هو انا جبت سيرة الخطف يا باشا. شوف، في ناس كتير قوي واقفين برا، ولو عرفوا ان اللي خطف ابنهم موجود جوه القسم هيدخلوا وياخدوك، وانت بقى شوف هيعملوا فيك ايه. يا باشا انا مجرد نادورج بشوف العيال اللي تنفع واقول لمرجان عليه، واحنا كل شوية في بلد شكل. لما بلاقي ولد ماشي في الشارع لوحده او اهله مش واخدين بالهم منه بقول لمرجان، ومرجان هو اللي بيتصرف. يا باشا معاك رقم تليفون مرجان؟ طبعا. ايوه باشا معايا. هاتولي التليفون بتاعه بسرعة. اني لازم اوصل للشرطة حالا، بس اني خايف. امين الشرطة قال اني مطلوب في قضية سرقة. انت صدقت؟ بيخوفونا كلنا من الشرطة عشان محدش يبلغ عنهم، دي عصابة كبيرة. ايه؟ يعني عم حسنين اللي كان عاوز يقبض عليا مش امين شرطة؟ لا طبعا، ده تبعهم. طب وياسمين؟ ما اسمهاش ياسمين على فكرة، اسمها مي، مخطوفة من اسكندرية. واول ما جت قعدت تعيط وتصرخ لغاية ما ضربوها حتة علقة، بطلت تفتح بقها من بعدها خالص. قوم معايا يا كريم، لازم نروح قسم الشرطة حالا. لا انا لا بروح ولا باي. لازم ترجع لأهلك، انت مستفيد ايه هنا؟ كل اللي انت عملته ده غلط. انا ما بقتش عارف الصح من الغلط، بس انا ما اقدرش اعمل حاجة زي دي، لانهم لو رجعوني لبيتي ههرب تاني. ألو أيوه مرجان، أنت فين؟ إيه ده؟ أنت في حد جنبك ولا إيه؟ أيوه. طب أنت فاهم ها؟ خلي بالك بقى. ياه، في المنصورة؟ طب حبيبي ترجع بالسلامة. لا 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 لا، سلام في المنصورة يا باشا. ماشي يا حبيبي. ها يا ابني، تابعت مع شركة المحمول؟ ايوه يا فندم، الاتصال تم من القاهرة. اما اخي التكنولوجيا دي عليها حاجات، سبحانك يا رب. اخرس خالص. اسمع يا ابني، خليهم يدولك البيانات كاملة بتاعت صاحب الخط، ويكملوا تتبع للموبايل، ويوافونا اول باول بمكانه بالظبط. وصلني يا ابني بسرعة بمديرية امن القاهرة، وخد الاخ ده وديه الحجز. سامع، بيقول لك الحجز، وديه الحجز مش للناس اللي برا. تمام يا فندم. الولد المخطوف بتاع النوبة وصلت لنا صورته. عندنا هنا؟ حاضر، انا هتابع الاحداثيات مع شركة المحمول وهتحرك فورا. مع السلامة. حضر يا ابني عربية بسرعة، عندنا عملية مستعجلة.